وبركاته، ورحمة الله وبركاته. أجدع وأحسن ناس في الدنيا، هنسلم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بس لايك. احنا هنبدأ النهارده زي ما صورنا كده اليافطة، النهارده كوكي بيبي محل أطفال تحفة ما شاء الله، وعليها تخفيضات عالية بمناسبة الصيف ولازمة الافتتاح. نخش مع بعض ونفهم كده، يلا بينا نشوف أسعارهم ونشوف إيه الجديد عندهم. المحل ده إن شاء الله ما شاء الله متخصص للبيبي بس. خدي كده المانيكينات صوريهم وأنت داخلة. المحل ما شاء الله انا عرفت من صاحبه المحل ان هو بيبدا من عمر يوم لعمر سنتين ما شاء الله، ومعناه لحد 3 سنين تقريبا، صح كده؟ عشان انا نسيت، هو من عمر يوم لحد 3 سنين. لو انت مثلا ايه، هو طبعا اهو الفستان ده طبعا بيلبس 3 سنين، ممكن 4 سنين لو البيبي يكون ايه صغيره شويه ومزقلطه كده. تمام، كل حاجه عليها الاسعار وموديلات تحفه. الحاجات دي جميله، بمودات نظيفه خالص ما شاء الله. نبدا كده ونسلم ونخش كده من هنا. كل حاجه تخص البيبي وحديث الولاده. نورتينا، احنا بنصور. تنزعي معانا ولا ايه؟ لا لا، ايوه ست عايزه تسلم. ماشي، اعملي ستوب كده لحظه واحده. بسم الله، نكمل يا جماعه الجوله في المحل، بس بردك قبل ما نبدا نصلي ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك حبيبي رسول الله، وتنسوا اللايك، وتنسوا اللايك يا جماعه، لايك لايك وشير. تمام، نكمل بقى الجوله بتاعتنا، نشوف يعني ممكن ناخدها ننهي الدوت ماشي في الاخر. نبدا بقى، تعالي كده نبدا من اول. البيبي لما يتولد يبقى عايز ايه؟ طبعا البيبي لما يتولد يبقى عايز ايه؟ الغيرات الداخليه موجوده طبعا، هي القطن نظيفه رقم عاليه، الفانيلات بتاعته بصوا حاجات تحفه شايفين اهو. ايه اللي عايز البيبي تاني؟ بابيتا موجوده بجميع الوانها واشكالها كده، واضحه الصوره. انا بابيتات اهي بصوا شايفين اهو. يعني لو انت عايزه تحط برضك موجود، وخامه قطن نظيفه اهي. تمام، سربيتات للبيبي برضك، كل الحاجات دي تحت الولاده. تمام كده، الجنب ده كله ولاده ولاده. بصوا لو انت عايزه بناطيل فردانيه موجوده تحفه، قطن برضك نظيفه بس عليها نقطه اللي هي مش عارفه اسمها ايه دي، بس نظيفه يعني. تمام، ده بقى طقم على بعضه بتاع البيبي 3 قطع، اللي هو بيبقى ايه؟ مع حرفيه يعني، بيبقى البافيتا والتيشيرت والبنطلون وكمان كافيتا. تمام؟ كده معمولهم عرض كده. تمام؟ نفس الورق ده كده في مخرج ابيض، وبعد كده هو كده. وانت بتحتاجي ايه بقى؟ وانت بيبقى خارجه من البيبي عايزه الشيال، في المخده اللي بتحطيها وينام عليها. شوفوا اشكالها تحفه ازاي؟ بسرعه على المخده بالله عليك. اشكالهم كده واقفين الصوره. تمام، انتوا عايزه ايه؟ المناديل المبلله كده ساعه الولاده، الببرونه تمام بجميع اشكالها، السهايه موجوده، الحافظه بتاعت الببرونه موجوده، الحافظه هي واسعارها بردك رمزيه. تمام، ايه بقى؟ انتوا عايزه شاور، شامبو، برفان، السرير بتاع البيبي موجود. تمام، كذا شكل كذا لون، ولاد بنت شايفه الاشكال. وبردك في الولاده بتبقى ايه؟ مدينا اهم حاجه السجور موجوده. طبعا اللبن ممكن تمشي ببيت، وفي البامبا هي المخده بتاعتها تحفه. تمام، وفي العربيه لو انت رايحه موظفه او رايحه مشوار وعايزه تحطي البيبي هنا، العربيه بجميع اشكالها والوانها، العجل بسكوتها، المشايه اهي. تمام، والعجل بقى زي ما انت عايزه، واهم حاجه بقى البانيو. شايفين البانيو موجود اهو. وبرضك لو انت خايفه وكنت لسه طبعا لسه بنوته لسه عروسه جديده، مش عارفه ممكن تغرقيه، ما تبقيش عارفه تقعديه، مع ان في مكان تقعديه فيه اهو مظبوط، ممكن برضك السناده هي موجوده وتحطيها جوه البانيو وتشطفي البيبي بالراحه كده وتحس براحته. تمام، وفي بقى حاجه جميله ثانيه اوريها لك تاني. مثلا انت لو انت مثلا عايزه تنامي جنبك في السرير، في حاجه دي اسمها عش العصفور او عش البيبي، اسمها عش البيبي. شايفينها؟ الصورة واضحة كده؟ ظهرت في الصورة ولا ايه؟ عايزة اقعد احسن. شايفين؟ شايفين الجمال؟ هيدي، ده جميل خالص من المخدة بتاعته، اسمه ايه؟ عش البيبي، زي عش العصفور يعني بالظبط كده. هو جاي اسمه من كده، اسمه عش البيبي، مصري، وتنقلي في اي حتة، ممكن تاخديه في اي مكان جنبك على السرير وتحطيه فيه، بحيث ان هو ما يقعش ويروح ولا يجي. تمام؟ في بقى طبعا السبوتات، وطبعا السبوت بتبقى محتاجه ايه؟ اللبس، الكافيتا تحت السبوت موجوده، بدله العريس في السبوت موجوده،
لو هو لو هي بنوته في اشكالها هيك ما شاء الله، ودي بنوته برده تمام. هو الكافيرتا بالشوز بتاعها بالكافيرتا بالفستان بالبنطلون، حتى البامبر شقر موجود والشوز اهو. لو بيبي بقى كبير شويه بقى شهرين او ثلاث اشهر طبعا يلبس شوز. الشوز بتاعه جميل ازاي، بجميع الالوان. طقمي بقى بلبس بنفس الالوان تحت البيت. شنطه السفر بقى تحطي فيها اولاد البيت، الغيرات، الحاجات كلها. وفي بردك في بردك سوبتات بقى للعريس مثلا لو هو كبر، طبعا دي اكبر من السجون، بردك تنفع خلوه رايحه مناسبه في اهوت شايفين. روعه شكلها تحفه خالص. في سوبتات بقى عاديه باشكال وكلها قط، موضوع ما تفهم نظيفه قط خالص تعالى ما شاء الله. السعر ايه؟ حاجه كده ما تبقاش مصدقه. 60 جنيه يعني. بصوا يعني انا مش عايزه اقول الاسعار، اسعارها هنا خاصه جدا. حاجات جميله ونظيفه ما شاء الله. شايفين ده كمان طقم، ده بصوا شورت وتيشيرت، طقم جميل جدا برضه فيها نظيفه جدا ومعظمها قطن جميله. وحاجه جميله قوي في الصيف هتوريكم بقى حاجات كده بسيطه عينات يعني. ايه من هنا ما شاء الله في حاجات تحفه. شايفين الشياكه، شايفين الجبل، شايفين الطقم ده يا جماعه عامل 50 جنيه يعني حاجه ببلاش كده. شايفين خامته ازاي ونظيفه ازاي، شايفه جميل ازاي باينه الصور، حتى متبطن في الجلد يعني ينفع اصلا ترنج بيتي وترنج فوق في نفس الوقت. وال 50 جنيه حاجه مش هتلاقوها اصلا في حته ثانيه. الاسعار دي كمان انا وريتهم من بردك، دي طقم بردك تقدميه هديه لواحده في اسبوع صاحبتك او اختك، وانت تجيبي لنفسك طبعا. جميل جدا طبعا، بيلبس لحد بسنه وينفع في الولاده وبيفضل معاكي لمده سنه. اشكاله بجماله اشكاله تحفه خالص. واحد ده يمشي بنوته ويمشي ولد، حاجات ما شاء الله يعني. طبعا انا ربطتهم دوت وبردك دي بردك بدلة العريس، شايفين كل الوانها ما شاء الله، حاجة نظيفة وقيمة خالص. انا من فترة دول كلهم ده خروج بقى، هنوصل للخروج ماشي. خلصنا كده من من لبس السبول وكل الهيصة دي، نبص على الخروج بقى كده نيجي على التوب ان شاء الله. بصوا بقى في لبس خروج بقى هنا يعني بردك، يعني حتى لبس الخروج معاكي بردك، طبعا لبس الخروج معاكي بردك من اول يوم زي ما وريتكم لحد ثلاث سنين، سنتين ثلاث سنين. شايفين الطقم؟ شايفين الفيل ده؟ صوريني مع الفيل ده لو سمحتي. جميل ازاي ما شاء الله؟ بصوا بقى الاشكال، قربي بقى انت هاتيهم كلهم اهو. الاسعار تحفه، اغلى حاجه هنا عامله 200 جنيه. دلوقتي طبعا تروحي في اي مكان تروحي جايبه الطقم يقول لك نجحت جبت طقم ابني 500 جنيه ليه؟ اصل رحت جبته من اسكندريه، لا هنا عندنا في مدينه النجريه في مول ديزرت روز على الصحراوي الدور الثاني محل كوكي بيبي ما شاء الله، محل تحفه. عشان كده انا صممت ان انا اصور فيه واوريكم كل الجديد والجميل فيه. شايفين؟ دي البنانيت بقى كل ده جينز اهو، بصوا بالشياكه بتاعته بالشورت بتاعه حاجه تحفه، كلهم اشكال جميله. شايفين؟ بس ده بنت حلو جدا. استنى اوريك كده مش طيبه، استنى شفتهم في بعض واحده ننزل مع بعض شايفين تحفه ونفس اللون اصلا. في بقى اسبوعين حاجات كتير تانية، نفس الشياكه بقى كلها هنا شايفين الالوان طبعا. بدك البنوطه ما اعرفش البنوطه اخبارها ايه معانا، كل البنانيت عندها حاجات تحفه جميله ما شاء الله. بالوانه برده، وفي برده التيشيرت اللي بيتغير يعني لبني زهري احمر شايفه الوانه برده. التيشيرت هو اللي بيتغير لكن الفستان ما بيتغيرش. بصوا الفستان اهو، بس دوت القطه بتاعتها لونها احمر لون التيشيرت. حاجه جميله ونضيفه خالص، عامل 170 جنيه جينز وخامه القطن 100% ما شاء الله جميله جدا. في برده كده على الستاند حاجات خروج بردك، بردك ناخد فكره عنها كده بالراحه اهو. طقم كامل على بعض يعني ينفع في مناسبه بنتك عندها سنتين او ثلاث سنين وعندكم فرح ولا خطوبه ولا عيد ميلاد، تبقى ما شاء الله. شوف الجيب ده حاجه تحفه، شايف الجمال ما شاء الله. الطقم ده عامل يا جماعه 100 جنيه حاجه ببلاش كده تحفه. وهتروحي تقدري فستان ولا هتتعبي نفسك؟ هاتي تعالي بنوتك من هنا طقم الفرح، شوفي الطقم الشركه ده المدلع نفسه
تحفه ما شاء الله، حاجات جميله. اهو في الستاند برده محترم وجميل، وبردك ايه الشورت بتاع تحفه ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. عامل 150 جنيه حاجه كده بايه رخيصه خالص. انا اول مره هطلع في فيديو واقول اسعار، لان انا معجبه بالاسعار بتاعتي. تمام، ده بقى طقم جميل ده برده، شايفين الطقم الشياكه ده روعه. والطقم دوت عامل 150، هو عالي شويه بس تحفه. انا لازم اطوره لكم كله كامل من كده عشان بصوا ما شاء الله بصراحه جايبين حاجات جميله ما شاء الله، ربنا يبارك لهم. جايبينه اسمهم على شايفين البنطلون، شايفين البنطلون كده ظاهر في الصوره، شايف طقم كامل ما شاء الله، شايفين اهو طقم تحفه. ده طقم بردك لخروج وينفع يروح بيه النادي، الشورت بتاعه هو حاجه نظيفه. وده بردك هصورنا اللون اصلا روعه، الشورت بتاعه هو ادي الشورت وادي التيشيرت بتاعه، خمسه حاجه نظيفه حاجه تحفه كده ما شاء الله. عامل 130 جميل خالص. تمام، انا بقول لكم الاسعار عشان خاطر اكد لكم ان المحل عجبني، عشان كده انا صممت ان انا اصور فيه. دي بقى في تيشيرت لوحدها بقى، وفي تيشيرتات لوحديها، وكل حاجه متاحه ما شاء الله. تمام، وفي طبعا دي ايه دي ناموسيه عشان خاطر الناموس، دي ناموسيه البيبي، والصوره اهي اتقربت عشان هي الناموسيه اهي، فعلا شفت الصوره اهي. تمام، وديت ايه دي بقى بيسموها ايه مشايه، برده مشايه بس فيها لعب وحاجات جميله خالص ان شاء الله. تمام، وفي للشيله ما صورناهاش، شيله البيبي برده، كمان الماما مش بتحب مثلا انها تلبس شنطه الظهر وتحط فيها البيبي، شيله بس كده بتستغني منها على البطانيه. عامله 130 جنيه وجميع الوانها واشكالها تحفه. حط البيبي فيها كده اهوت، زي الكونغو، زي حيوان الكونغو كده، ما يحط ابنه كده في بطنه ويمشي بيه ويطير كده بعدين صناعي. احنا شايفين بقى الفساتين، الحاجات دي كلها عليها عروض، عاملين عليها عروض، اي قطعه منها ب 50 ب 50 ب 50 ب 50. الساند ده كله اي طقم منه خروج، هو اصلا بيت وينفع في وقت الخروج، اي طقم فيه ب 50 جنيه الساند ده. اظن يعني حاجه كده هو الخيال، اي قطعه منه ب 50 جنيه. تمام، ننهي بقى نقعد بالطبق والمحل. طبعا خدت فستان، خدت بدله، خدي بقى طوقه، خدي الفرشه اهو، فرشه الشعر موجوده، الطوق موجوده بكل اشكالها وجميله ما شاء الله. اغلى توك يعني اهوت عامله 15 جنيه، اغلى توك يعني بنبدا من اول 3 جنيه وننهي عند ال 15. تمام، الشكليله بجمع اشكالها اهو، لايك يا جماعه للشكليله دي، لايك للشكليله. تمام، انا نسيت حاجه مهمه خالص خالص، كنت جايبها لمصطفى ابني وهو صغير، مش عايز حد يضحك عليا اهي. والله كنت جايبه له يعني قصريه زي دي بس كبيره شويه، مقاسه كان دوب تخين بقى، والله كانت سخنيه زمان. طبعا انت مصطفى ما شاء الله بقى عنده 22 سنه، يا مصطفى حبيب قلب ماما كان عندك واحده زي دي كبيره شويه وكانت جميله، ولونها خضرا برضه، كنت جايبها زمان ب 3 جنيه دي مش عارفه بكام، 25 جنيه يا جماعه، كنت زمان جايبها ب 3 جنيه وكانت كبيره كده، او ب 5 جنيه من عند بتاع البلاستيك. شوفوا دلوقتي بس دي خامه نظيف، وطبعا عايزه حجم صغير مش دوب زي مصطفى. تمام، والفستان دوت نيجي بقى مع الفستان الصمرا برضه دي، وفستان شايفين؟ شايفين الفستان وكمان شايفين الجيل؟ كده ايه جميله 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 جميله. والبطاطين موجوده وكل حاجه موجوده، يعني زي ما موجود للولد فين البنت، يعني الولد مش ناسينه برضك، فيه حاجات كتيره جدا ما شاء الله من البطاطات جميله. بيربي الفيديو بتاع النهارده كان عجبكم في محل كوكي بيبي ومنتزه زرتروز على الصحراوي جنب البنك الايه؟ اهل البرنيت كنا ننساه، يعني ان شاء الله تخشي من هنا من اول ما تعوزي المناديل، الحفاضات، البناطيل، الغارات الداخليه، اي حاجه خاصه بالسبوع بالمربوط لحد ما يمشي كده اهوت ما شاء الله، يبقى عامل 3 سنين. الفيديو النهارده كان عجبكم، اعملوا سبسكرايب، اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.